غازية كيدوي على خمسة ديال البطال في المغرب ديال اليوم دار بيضاء 2015 والمغرب ديال الماضي. الترابط ما بين لي بيرسوناج هو حرية ديال كل واحد. كيفاش انت مثلا راك شاب ديال المدينة القديمة بغيتي تولي روك ستار بحال حكيم تولي فريدي ميركوري، هاد الحلم ديالك هي حرية ديالك، وكيفاش انت كتعيش هاد لا ديفيرونس في حي في العيلة فهمتي؟ وكل واحد ديال لي بيرسوناج كيعيش هاد القضية ديال لي ليبرتي ديال الحرية ديال ديالو بطريقته. غازية كيجي كلمة اللي كتجي من العربية، واحد الكلمة غزوة، كتعرف غزوة، غزوة عطات غازية. غازية هي ملي كتجي لواحد البلاصة وكتاخد شي حاجة اللي ماشي ديالك. ما بغيتش ندير دي كومباريزون بلا فلام ديولي فهمتي. علي زوا شكل مكتوب شكل، لولا شكل، زين لي فيك شكل، خيل الله شكل. انا كنبغي هاد المغرب، ولكن ماشي لقاش كنبغي هاد المغرب ما كنكريتيكيش هاد المغرب، بالعكس كنبغي ندوي على دي سوجي اللي كتقول انت دي سوجي تابو، اللي بالنسبه ليا سي با دي سوجي تابو. ما خصش يكون في مجتمع دي سوجي تابو، خصنا ندويو على اي موضوع، ما كاينش شي حاجه اللي خصها تخبى، ولا القضيه ديال الحشومه ولا ديال ما تدويش على هذاك الشيء ولا ما ديرش هذاك الشيء. لا، كيفاش واحد المجتمع غادي تكبر وغادي تزيد لقدام الا خلينا بزاف ديال لي سوجي ما ندويوش عليه. السينما صعيب باش دير واحد الفيلم، ماشي تنوض الصباح وتقول ندير واحد الفيلم والغد هاد الفيلم موجود، لا، عامين ولا ثلاث سنين ديال الخدمة. زين لي فيك مثلا إلا سولتيني خدمت عامين ونص باش نصاوب هاد الفيلم، كان لي غوشيرش، تلاقيت مع بزاف ديال البنات عاودوا لي الواقع ديالهم، الظروف، سمعتهم، كتبت سيناريو، إخراج، و دست هاد الوقت كامل باش نوصل شي قضية اللي بالنسبة ليا مهمين بزاف وخصهم يتسمع. ملي تمنى الفيلم بحال إلا قطعوا ليا إيد، علاقاش عندي كنبني واحد العلاقة مع الجمهور المغربي، وكنت باغي على الاقل الجمهور المغربي يشوف هذا الفيلم، واخا شي عجبو شي ما عجبوش يشوف هذا الفيلم واقعي حقيقي. من غير هذاك الشيء دازو صيفطوا واحد المونتاج ديال 4 سوايع في انترنت، كلشي كيشوف هذاك الزبل حاشك، وكلشي كيقول هذا هو الفيلم زين اللي فيك، لا علاقه مع الفيلم. داك الشيء اللي قلقني بزاف. وتانيين الطريقه كيفاش تمنى هذا الفيلم ماشي قانونيه، واللي كنقول انا الى رجال سياسيين كيقولوا خصنا نتبعوا القانون، هما الاولين خصهم يتبعوا القانون. كاين واحد اللجنه سميتها لا كوميسيون دو كونترول اي دو فيزيوناج دي فيلم في المركز السينمائي المغربي، دونك القانون كتقول اي فيلم خصو يدوز بهذه اللجنه هي اللي غتحكم، ماشي الوزير اللي كيصيفط كومونيكي بريس وكيتقول
الفيلم ممنوع، داكشي ما كايناش. احنا بروفيسيونيل ياك، انت لقى لك صحفي بروفيسيونيل، انا لك مخرج، ومراتي مريم لك ممثله تي بروفيسيونيل، ويونس بواب تو بروفيسيونيل. لا مالون كنت خايفه، هي اول تجربه في التمثيل مريم، اول تجربه ومثلات مزيان، ولكن كاين خايفه، كانت خايفه ضروري لقاش كتقول لي بغيت وما بغيتش، نقدر وما نقدرش، حتى اخر وقت شي سيمانه قبل التورناج كتقول لي ما عرفتش، وقلت لها عرفتي شنو غادي نعاونك، وهداك الشيء اللي كتبناه انا وياك في السيناريو بيرسوناج ديال سليمه قريب ليك ياك، ايوا ما كاينش شي وحده اللي غتقدر توصل هداك الشيء اللي كتبنا احسن منك. انا كنحب مراتي، وملي كتحب شي واحد كتبغي له غير الخير، وبغيتي بغيتي تكبر هذاك الواحد ولا هذيك الواحده اللي كتحب. انا بغيت نعاون مراتي تكون ديما تبان، علاقاش عندها المواهب. بيان سور كان شي لقطات صعيبين شويه باش نشوف مراتي مجوجه بواحد الراجل اخر في الفيلم، ولكن كاين الفرق ما بين الواقع وفيلم، فهمتي؟ وهاد الفرق هي اللي خلاتني ندوز هذوك اللقطات، وخلاتها هي تدوز هذيك اللقطات بهذ الفكره اللي مهم هو هذاك الشيء اللي بغينا نوصلو في الفيلم. لا هي كمراتي ما عندهاش مشكل، ملي كتمشي للبحر عادي كتلبس مايو وكتدخل البحر، كيف كتلبس مايو كتدخل البحر في الواقع كديرها في الفيلم، فهمتي؟ ايوا نتمنى الجمهور اللي كيتبع شوف تي في يجي يشوف غازيا، و ماشي يشوف غازيا غير لقاش اخر فيلم ديالي، لقاش غازيا كيجبد شي اسئله اللي هما مهمين على المجتمع المغربي. ونتمنى هاد المره هادي ماشي غير يفهموا، لقاش مغاربه كيفهموا كل شيء، يكون واحد النقاش، يكون واحد النقاش لقاش كيعني هاد البلاد والمستقبل ديال هاد البلاد، وكاينين شي حوايجات اللي خصنا نتناقشوا عليهم الا بغينا نكبروا والا بغينا نزيدوا لقدام.